من أجمل وأعذب الصروح المادية التي بنتها أيدي الإنسان على مر العصور هي الأشعار والقصائد. والشعر وسماع الشعر شيء ضروري، لأن مثل ما يحتاج الليل إلى نجوم، يحتاج المجتمع إلى شعر الشعراء. في مناظرة وأمسية شعرية جديدة اليوم، نرحب بشعرائنا الشاعر مناع الحربي والشاعر أحمد البطحاني والشاعر عبيد العتيبي. حياكم الله ومنورينا اليوم. نبتدي معك أستاذ مناع، وبداية طبعا نسأل شعرائنا المتواجدين دائما، متى كانت بدايتكم؟ والله بداياتي كانت في سنة 99، بديت أكتب القصيد أو أهتم أني أكتب القصيد. ونشرت هذه القصائد في ذلك أيام المنتديات، ما كانت وقتها منتديات، قبل السوشيال ميديا لا يطلع. كان وقتها منتديات. هذه كانت بداياتي. فكانت بدايتك في 99 نقدر نقول. تقريبا. نعم، بالنسبة لك أستاذ أحمد، متى كانت بدايتك؟ بسم الله، أول شيء أنا سعيد بتواجدي معاكم مع إخوان الشعار. حياك الله. ثاني شيء، الشعر أنا أقدر أقول إني يعني ولدت من بيئة شعرية. نعم. أنا أمي شاعرة. ما شاء الله. وخوالي شعار، يعني ما في وقت يعني إني أقدر أقول إني، بس إني حبيت الشعر من صغري. نعم، هل تأثرت في الوالدة؟ لا مو تأثرت، استفدت. نعم. استفدت ممكن، لكن تأثر لا. فرسمت لك خطك وطريقك في الشعر. إيه، لابد يعني إن الواحد يرسم خطه، وسمعنا حق شعار قبلنا، شعار بعدنا. نعم. وفقنا الله. جميل. وأستاذ عبيد، متى كانت بدايتك الشعرية؟ أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاكر لكم، شاكر قناة الرأي للاستضافة، وكما أشكر مذيعتي المميزة نادانة والعاملين خلف الكواليس. وبسؤالك عن متى بدأت الشعر، في أيام الطفولة يعني في العمر 15-16، فكان في دعم من العائلة. نعم. ومن نفس العائلة أو القبيلة. نعم. يدعموني لأني أمارس يعني هواية الشعر، لأن شافوني مبدع في الشعر، في حالة الشعر، والشعر موهبة من الله سبحانه وتعالى. أكيد. مو بشرط أنه يكون متصل في وراثة أو جد أو جد أو أب. صحيح. يمكن يطلع واحد من العائلة موهوب بالشعر ويحتفظ في قواعد الشعر، سواء الجزالة، القافية، الوزن. نعم. وجمال البيت. جميل. وهذا اللي أقدر أكثر شيء أقوله لك. نعم، جميل. دائما ما تكون نجاح أي قصيدة يعني تتوقف على أمور معينة، يا إنه يكون هذا الأمر على طريقة إلقاء القصيدة نفسها، أم على عملية اختيار الكلمات و عملية هذا بشكل كامل. نعم، أنتم من وجهة نظركم، هل طريقة إلقائها هي العامل الأساسي لنجاح هذه القصيدة، أم اختيار الكلمات؟ لا أكيد اختيار الكلمات، وهم بعد الإلغاء له وكه بعد. نعم. تقريبا 40%. هو بالنهاية يعني إحساس. نعم. يعني الشعر إحساس، وأداء يكون من إحساس. وثاني شيء يعني فيه قصايد ممكن ما ألغيها أنا شيلة بس. صحيح. توصل. لكن هي يعني بالاول والاخير على الجزاله والقصيد والكلمات. بس بالنسبه للالغاء، في شعار معروفين كبار، لا سمعت القصيده من عنده ما تعرف ايش يقول، لكن لو قريت انت قصيدته مبدع، انك انت شاعر وعارف الاحساس، تعيش الاحساس، عارف شو تقول. ممكن خانه يعني التعبير مره بالقصيده، لكن بالاول والاخير هو على الكلام يعني. أكيد. والاحساس بشكل مطلوب. اول مطلوب. احساس لابد. الشعر، جزاله الابيات. نعم. هي ترجع على جزالة الأبيات، جمال الأبيات. وحتى الأداء 99%. صحيح. لا يعني ما يتوقف على الأداء، الأداء له دور. نعم. دور 99% في نجاح، سواء أداء في مسرح أو في وجود جمهور. نعم. ويؤدي الشعر، الجمهور يتابع الأداء. صح. أداء الشاعر لما يؤدي الشعر، والجمهور يتفاعل مع الأداء. نعم، هذا هو على معنى البيت وجزالة. نعم. البيت و... نعم. وجمال البيت. أكيد. وإحنا حابين نسمع شوية شعر، نبتدي معاك أستاذ مناع. حاضر. يقول شوي شوي يا ابن الناس، مالك في ذنوب الناس، أنا خايف عليك من الذنوب اللي تسويها ومنك غصب لو تدريبها، لا باس ترى كل العيون اللي تشوفك مذنب فيها، توصيف الجمال اللي عطاك الله بدون قياس، رسومه واضحة كل الوضوح ولا تخفيها، يكفيك العذاب اللي حصل لي يا ذهب، يا ماس جرحت الروح لكن لا تروح إلا مداويها، حرام أعيش
محروم الأمل بين الرجاء والياس، ترى روحي من الحرمان فيها ما يكفيها، أبي نظرة حنان بعطف رحمة طرفك النعاس، دخيلك ما بقالي في حياتي كثر ما فيها. الله عليك، صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك. أحمد، منك قصيدة. والله إن شاء الله أنا ترى كنت يعني محضر شيء والحين طرى علي شيء ثاني. قول إني على مر ومر سقان، إني على مر ومر سقان، كاسات هجر من بهجره عياني، هب علي يا صحابي فهبوا، إني على قلبي وقولي لساني، إن كان شعري لا يجيد صوابي، شربت كأسي من زماني هواني، سلام يا روح على الطيب طابت، وسلام يا شعر اللي يجيب اسماني، أغلب ظنون الناس بالناس خابت، لأن الأماني ما تجي بالأماني، وأكبر ظنون الناس فيني وفيها، إن المحبة شرحها شيء ثاني، وإن الحياة أيام والعمر ليلة، تجمع قلوب أحباب والعمر ثاني، أحبها حب الرجال الشرفها، وأحبها حب السفن للمواني، استوطنت قلبي وشدت وتدها، واستملكتني لين هزت كياني، هي أجمل إنسانة عيوني رأتها من أول الدنيا لآخر زماني، فيها من الصبح الجميل ابتسامة ما يجمع شعوري وصافي حناني، وفيها من الليل الكئيب وسواده نور القمر ولا سهيل الإيماني، استغفر الله كان بظلم بختها، وأقول فيها من نعيم الجناني، واللي خلق موسى ومريم وعيسى ومحمد الهادي وسبع المثاني، إن الحياة أيام ما هي كثيرة، وإن العمر لحظة ويمكن ثواني، نسترجع الماضي علشان نفرح، وحنا من الماضي بعدنا نعاني. الله عليك، صح لسانك، صح لسانك، صح. أستاذ عبيد، أنا دائما في يعني كل مبداياتي في سواء أمسية أو في حضور تواجدي ولا ما شاء الله أبدأ والشعار إخواني، أنا حضوري دائما أبدأ في الوطنية، وهم لا أنسى أن كرمني صاحب السمو أمير البلاد، وهذا فخر وسام أن الأمير بنفسه كرمني، تستاهلون الطيب. فقلت الله يحفظ حاكم الشعب والدار، اللي حكم شعبه بنفس رحيمة، صباح الأحمد شاع ذكره بالأقطار، مقر بيته والمراجل مقيمة، نقول له يا شيخ لو صار ما صار، أنت الحكيم اللي فعوله حكيمة، يا شيخ لك حشمة وقيمة ومقدار، في حاضر الأيام ولا القديمة، ومعك العضيد اللي عسى الله يديمه، نواف الأحمد راع الشور والكار، أساس وافي والنوايا سليمة، مبروك يا دار عليه الدهر جار، وبمر الولي عاد الغريم الغريمة، من 61 والدار بعمار، يوم استقلت من كفاح وعزيمة، وعمر خادار المعزة والأحرار، وعدوان داري جعلهم للحريمة، وعشرة سنين اليوم مرت كالأنوار، أنوار تجلي بسمة كل غيمة، يميرنا حبك ترى سر وجهار، والشعب يفدي حاكمه دون قيمة. الله عليك، صح لسانكم، صح. احنا مستمرين معاكم ومستمرين في الحوار الشعري الجميل، لكن نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، ومستمرين في آخر فقرة من البرنامج مع الشعر الجميل. يعني إحنا ودنا نتحاور وياكم ونسألكم، لكن طماعين بشعر زيادة. نبتدي معاك أستاذ مناع، شنو تسمعنا؟ يقول يا هجوس المشاعر ما تبرد حشاي، كل يوم وليلة والضمير مخطور، في ضلوعي هواجيس نتحرك بلاي، كل مزعج تكون الليل ثار الشعور، وكل ما لد عيني في السماء من شقايا، تخيل رسومك العهد ودور، يا كويت المحبة مدهلي من صباي، ومدهله من بدينا لين غاب الحضور، إن ذكرته جرحته وإن تركته وراي، وإن شكيته نسيته وإن بكيته طهور، أدري إن الجفا ما هو جزاه وجزاي، وأدري إن الهوى ما دام له للقصور، ما شكى غيس ليلة اشتكيت وعساي، ما شكى غيس ليلة اشتكيت وعساي، لأجل حبه عساني يثبت إني صبور، المفارق حصر ما هو خطاه وخطاي، ما أحبه في قلبي ثابت للنشور. الله عليك، معك أستاذ أحمد. والله إن شاء الله أنا مثل ما قلت كنت محضر شيء وجاء شيء ثاني. كان أقول يشين وقت الناس وتبين الأفعال، وكل على ما قيل يشمر ذراعه، اللاش لو يقطع من الدرب الأميال يبقى ردي، للطيب عنده مناعة، العار في لحيته في مر الأجيال، عار على ربعه قليل النفاعة، ولا الكفو بالفعل ما هو بالأقوال،
بحر الكرم يرسيه ثابت شراعه يرقى الفعل المجد في كل الأحوال سماه مجد ومنبة الجود قاعة الله إجازة الناس في طيب الأعمال والنفس تغنيها من الله قناعة واللي مزين عنقها حبة الخال تضحك معك يومين وعشرة قطاعة. الله عليك صح لسانك صح لسانك استاذ عبيد. هذه قصيدة عن الرفقة أو يسمى الخوة فبديت فيها الأبيات هذه ويعني نالت إعجاب الكل فقلت فيها أنا أحمد الله ماني بخاض على الرأس ألا الرب يخاض عن دوم راسي جلي تبى الخوة على غير مقياس أقول ما عندي مثلك مقاسي أبوي علمني على كل نوماس ما ننحني مثل الجبال الرواسي وأهل النجاسة مالهم غير الأنجاس يلقون مثل أشكالهم والحساسي بعض العرب تظهر لك بعينه مواس لو كان ما بينك وبينه مشاسي وأنا رفيقي عارفه بين الأجناس اللي بفعل الطيب مهو بناسي ما يلتفت يم القريبين بدناس واللي يعزك يفرح بالسواسي طير انكفخ في عالي الجو قرناس واللي دعيته جاك كل حماسي هذه مطالب الرفاقة مع الناس يلي تدور لك رفيق مواسي واللي تكبر ما جانا غير الافلاس مأساة فعله جلبت له مآسي هذا على ما قيل والعرق دساس من سابع الأجيال جاك الدساس. الله عليك صح لسانك. يعني احنا نشكر تواجدكم معنا اليوم ومشكورين على هذا القصيد الجميل اللي سمعناه منكم. شكرا لك الشاعر مناع الحربي والشاعر أحمد البطحاني والشاعر عبيد العتيبي على تواجدكم اليوم معنا. شكرا لكم. احنا شاكرين الاستضافة وبارك الله فيكم ما قصرت على الاستضافة الجميلة. تسلمون. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا لليوم نتمنى انكم استمتعتوا فيها. قبل الختام راح نروح لتقرير قصير ونشوفه مع بعض بدوري انا اقول لكم فمان الله.